صباح الخير بورفي، انت هون؟ ايه، اجيت لحتى اخد شيك. يعني اجيتي مشان الشغل؟ بس انا كتير مبسوطة فيكي، عن جد ما بتتخيلي انا قديش انبسطت بشوفتك. وانا كمان كتير مبسوطة لاني شفتكن، بتعرفي انا كتير اشتقت لكم. عن جد؟ ماشي، وهدول الشيكات اللي باسمكن فيديو اموري؟ ايه استاذ. تفضلي. كالبانا كادام؟ ايه استاذ. هاي الشيك تبعي. شكرا. سانديب نات كارني، لو سمحتوا هلا انا بدي اياكم توقعوا هون قبل ما تروحوا، يعني حتى يضل في ضمان. بالاذن. استاذ لازم يكون في شيك باسم بورفي ديشموخ. انا انطلب مني سلم هدول الشيكات بس بالاسماء اللي ذكرتها هلا قدامك، ما عندي فكره عن الموضوع. فيكي تقابلي سيد ارجون وتسالي، خدي موعد مستعجل ونحن رح نصرف كل مستحقاتي. كيف بدي روح لعند ارجون هلا؟ فيني ادخل؟ بورفي؟ ايه تفضلي. اهلين. مرحبا. تفضلي. اهلين. شو هالمفاجأة؟ عدي ارتاحي. لا هيك منيح شكرا. مبلغ التعويض ما عطوني اياه لانه كان بدهم توقيعك. قصدي ما بيصرفوه بدون توقيعك. هاد مبلغ التعويض؟ ايه مبلغ التعويض. طيب منيح انك جيتي بسبب هالقصة. انا كان بدي احكي معك. بورفي انا بعرف انك عم تدوري على شغل منيح من وقت طويل، وانا بعرف انك بهذا الوقت محتاجة لتشتغلي. طيب ليش ما بترجعي على المكتب مرة تانية؟ لا شكرا. هو انا قدمت على اكثر من شركة ومتأملة اسمع جواب إيجابي عن قريب. ماشي بس بدي ليك ليكي أنا بهداك اليوم أنت قلتي لي إنه مر على زواجي شهر كامل مزبوط، ولازم خلي أوفي مبسوطة ودير بالي عليها. أنا عملت كل شيء، بظن أوفي انبسطت، وهداك اليوم هي هانتك قدام الكل وأنا ما قلت أي شيء. كان لازم أحكي معك بس ما حكيت، بتمنى تفهمي. يمكن أوفي تكون مبسوطة وأنا ما بعرف كيف، ما بعرف كيف بدي أشرح لك. أنت بتهميني كمان بس أنا مو مبسوط. أنا قلقان كتير وبصراحة ما بعرف شو لازم أعمل. بترجاكي تساعديني. أرجون فيك توقع على هالوراق لأنه لازم روح؟ أنا آسف لأن بعرف أنه مو صح أحكي معك بهالموضوع بهالوقت هاد، وغير هيك ما في حدا تاني بيقدر يفهم مشاعري. بورفي أنا أرجون. آسف لا تحكي هيك أنا بترجع. بورفي شو بك؟ أنا آسف كتير عن جد، أنا ما بعرف شو اللي صاير لي. صدقيني حتى أنا ما بعرف شو عم أقول. ما عم ترضي تسمعيني وأنا حاسس إنه حياتي صارت مثل الكابوس. صدقيني أنا حتى ما عم مفهم أي شيء. رح أقول الصراحة وما رح أندم أبداً، هذا كله غلطي لأن ما كان لازم أتزوج من أوفي. لك أنا ما بعرف ليش سمعت منك، لأني سمعت منك خربت حياة 3 أشخاص وحولتها لكابوس حقيقي، وأنا كمان شايفك إنه أنت كمان مو مبسوطة أبداً. أرجون بترجاك توقع الوراق. إيه رح وقعون بس بالأول أنت شرحي لي. بدي إياكي تشرحي لي شي. يلا قلي لي أنا شو أعمل بهي الورطة. مو معقول إنه خلصت الأفكار من راسك بالمرة وما فيك تتصرفي. كيف رح نتقابل؟ بورفي قلي لي كيف رح نتقابل وكأنه ما في أي شي بيناتنا. قلي لي كيف بدي اتصرف وكأني ما كنت بعرفك. هي المشكلة الكبيرة يا بورفي. انتي سهل عليكي انك تحسي بس انا يلي ما فيي ومن المستحيل انساكي. ارجون مو سهل علي انساك، انا مثلك. الفرق الوحيد اني ما عم احكي عن مشاعري. كمان مثل ما الاتحاد مهم، ارجون ما فينا نتحد ولو بدنا. ما في اي مجال ارجون. كمان مو مضطر تسمع الحكي اللي بدي قلك يا. صدقني انت فيك تعمل اللي بقلبك. اذا بعمل اللي قلبي عم يقلي عليه
رح تصير مصيبة كبيرة وكل عيلتك رح تتفرق. أرجون بترجاك لا تحكي هيك. أرجون أنا وأنا كمان بدي أنساك، بس أنت اللي عم تصعب القصة علي. أنا بعرف إنه صعب عليك إنك تعمل كل هالشي لأنك أنت رجال متزوج، بس أنت عم تخليني أحس بالذنب هلأ. إيه صح، أنت عم تحسي بالذنب مزبوط، وأنا نسيت إنه كل الموضوع متعلق فيكي صح؟ أمك وسعادتك وبيتك كله ذنبك. أنا مو موجود بحساباتك، نسيت أرجون كيرلوس كار ميت. أنا آسف نسيت وقع، لأن هذا المهم عندك. أرجون شو بك؟ بس أنا ما كان قصدي. فهمت قصدك كتير منيح هالمرة بورفي. أرجون خلص أنا فهمت كلامك وما بدي شرح. تفضلي ورقتك جاهزة، يلا روحي. شكراً شكراً كتير بورفي. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.